بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم في هذا المقطع عن جمال خاشقجي. وقد يصور إلى الناس يعني أن جمال خاشقجي هذا بطل من أبطال الأمة وشهيد من شهداء هذه الأمة، وهذا ما يصوره الإعلام المضاد أو إعلام الإخوان أو إعلام الخونة، إعلام تركيا وقطر وإيران وأيضا منظمات حقوق الإنسان أو دكاكين حقوق الإنسان التي يعني تتبناها الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الأمم المتآمرة، الأمم التي تسمى بين قوسين المتحدة، وإنما هم أمم متحدة على دول العرب والمسلمين، وعداء للعرب واضح وصريح. جمال خاشقجي أنا أرى من وجهة نظري يجب تقييمه إعلاميا على أن هذا الرجل هو مثال الخيانة للأمة العربية، هذا مثال للخيانة. وأنا قلت يعني كنت رأيت صورة له وهو منضم لتنظيم القاعدة في أفغانستان، وله صورة وأنا يعني عشان أبقى أمين لا أدري هل هذه الصورة له أم لا، لكن أنا أقول لكم أن هذا الرجل منهجه معروف من مهاجمته لبلده ومن عدائه لبلده وخروجه خارج المملكة العربية السعودية والتحريض على المملكة العربية السعودية. أرجو أن إحنا على الأقل حتى صناع المحتوى على اليوتيوب أن يتناولوا هذه الشخصية من باب إظهار الحق وتبيين الحق، لأن يعني حتى الأجيال القادمة ترى أن هذا الرجل على حقيقته، مش معقول أبداً أن يطلع واحد يقول لك الشهيد جمال خاشقجي والشهيد فلان والشهيد فلان. وأنا لست عدواً للرجل شخصياً، وإنما أنا أتكلم على أن هذا الرجل هو مثال الخيانة، مثال الخيانة، ويجب أن يطرح في الإعلام على بهذه الصفة أن هذا الرجل آذى المملكة العربية السعودية حياً وأيضاً ميتاً، سبحان الله العظيم. ونحن نقول هذا الرجل يجب أن يحاكم قضائيا في المملكة العربية السعودية، يجب على المحامين الشرفاء في المملكة العربية السعودية، وإن شاء الله كلهم شرفاء، أنهم يقوموا برفع قضية على هذا الرجل حتى يعني يأخذ حكم قضائي بتجريم هذا الرجل وما فعله هذا الرجل. إن لم يكن حدث هذا فليحدث، المفروض ترفع عليه قضية في المحاكم السعودية ويتخذ عليه حكم بأن هذا الرجل هو مجرم، رجل خائن لبلده، رجل يعني يحرض على بلده، هذا هو، حتى يعني يكون للتاريخ، يجب أن نسجل هذا للتاريخ حتى لا يغتر أطفالنا بعد ذلك أو الأجيال القادمة بأفعال هؤلاء، لأن هؤلاء يجب أن يوضعوا على قوائم الخونة. احنا المفروض نعمل عندنا قائمة كده في الدول العربية، قائمة الخونة على مر التاريخ، ونذكرهم واحد واحد بالأعمال بتاعتهم، ومفروض تعمل عنهم أفلام تسجيلية تذكر مواقفهم وأقوالهم وتغريداتهم، حتى يعني نبين هذا الأمر للأجيال القادمة وحتى المغيبين من الناس الحاليين الذين قد يفتنوا بفعل هؤلاء ويقول أنهم هذا مجاهد بالكلمة وهذا كان يعني يعارض لمصلحة البلاد وإلى آخر هذا الكلام. ده هذا حقيقة يجب أن يحدث في أمثال جمال خاشقجي وغيره من الخونة الذين يخونون بلادهم. وأنا أقول مهما اختلف الإنسان مع بلده ومهما حدث لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تخون هذه البلد وأن تطعنها في ظهرها وأن تخرج تضع يدك في أيدي أعدائها وتضع يدك في أيدي الذين يتآمرون على بلدك مهما كان هذا الاختلاف يا أخي، هذا غير مقبول أخلاقيا ولا حتى جينيا أصلا. يعني الإنسان طبعه لا يقبل أي مساس ببلده، أي مساس بشعبه، لأن أنت لما تيجي تهاجم حكومة حتى وإن كانت هذه الحكومة عندها بعض الأخطاء فبضرر هذه الحكومة تضر البلاد والعباد كلها، سبحان الله العظيم. أي عقل وأي منطق يقول أنا من أجل فرد أو من أجل نظام يعني أؤذي شعب 35 مليون أو 40 مليون أو 50 مليون أو حتى 100 مليون أو حتى مليون واحد، هذا يعني غير منطقي بالمرة. مهما اختلف الإنسان لا يجوز ولا يحق له لا شرعا ولا منطقا ولا عقلا أن يعادي بلده ويحرض عليها. يعني إزاي أنت تقبل أن بلد تانية تيجي تحتل بلدك أو أنها تؤذي بلدك؟ إزاي؟
زي ما عمل الإخوان ونادوا الأسطول السادس الأمريكي على أساس يجي مصر ويمسكهم الحكم بالقوة، يعني يرجع لهم ما يسمونه بين قوسين الشرعية. أليست هذه خيانة؟ يجب أن هؤلاء الناس يوضعوا في أماكنهم الحقيقية، ومكانهم هي قائمة الخونة العرب. يجب أن يطرح مثل هؤلاء بهذه الطريقة وبهذه الصورة حتى لا يعمى ولا يدلس ولا يلبس على الأجيال القادمة التي يعني قد تفتن بفعل مثل هؤلاء فيتخذونهم قدوة في الطعن في بلادهم والتحريض على بلادهم. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.